أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. الشك كلمة يكره كثير من الناس سماعها، وشعور يخاف أغلبهم أن يقع فيه، خاصة لو كان هذا الشك متعلقا بالدين، حيث يحسب كل استفسار شك وكل عدم فهم ضعفا في العقيدة، أو لعلهم دخلوا بالتفكير في منطقة محظورة لا يحق للعامة الدخول ولو ذهنيا فيها أو حتى الاستفسار عنها. ولكن هل يستحق الشك منا كل هذا الرعب؟ وهل هو ضعف في العقيدة فعلا أن أشك في شيئا فأريد التأكد منه؟ أو بأكثر دقة، هل أملك الحق أن أتأكد من شيء وإذا سألت عنه؟ هل أملك الحق أن أقتنع به أو لا أقتنع؟ وهل ذهبت أصلا باحثا عن إجابة أناقشها، أو أريد إجابة أنا موافق عليها سلفا؟ وإذا كنت أريد إجابة، فماذا لو لم أقتنع؟ لا يعيب الإنسان أبدا أن يشك، فالشك طريق اليقين، فهي مرحلة بين عدم قبول الشيء والقبول به. الشك فالبحث فالمعرفة فالفهم فالقناعة فاليقين فالرضا فالسعادة. ولنا في قصة النبي إبراهيم مع الله كما ذكرها القرآن عبرة حسنة. فقد طلب النبي إبراهيم من الله وهو خليله أن يريه كيف يحيي الموتى مع قوة معرفته بالله ومتانة إيمانه به، فلم يغضب الله منه أو يعاقبه، بل سأله وبكل رحمة: أولم تؤمن؟ فأجاب إبراهيم بكل أدب: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لم يرفض الله طلبه، بل أعطاه وأراه كيف يحيي الموتى، لأن من حقه أن يتأكد. وفي حديث صحيح أنه نحن أولى بالشك من إبراهيم. إذن نفهم من هذه القصة أن الشك يقود إلى اليقين، واليقين يقود إلى السعادة والرضا، وأن أقرب الناس إلى الله لم يمنعوا أنفسهم أن يعرفوه ويطمئنون له. يختلف الناس من كل الأديان على كل شيء إلا شيء واحد، ألا وهو الموت. يختلفون فيما قبله وفيما بعده، ولكنه يبقى اليقين الوحيد عند جميعهم. ولكن هذا كلام مرعب، فكيف لي أن أكون على يقين بأني على حق فعلا وليس مجرد ظن، وأني سأعبر إلى طريق الأبدية أو الجنة وليس إلى نار جهنم؟ فكيف إذا عرفت بعد الموت أني وأهلي على خطأ؟ ما هو عذري لله وقد أعطاني العقل والخيار والتحذير والاختيار؟ إن هناك خطوات أحبتي، وخطوط ونقاط مهمة، ومعادلات بسيطة وربما معقدة يمكنها أن تقودك إلى الخلاص، وليطمئن قلبك أنت أيضا. أولها، يجب أن تضع معيارا تقيس من خلاله صحة الأديان من عدمها، معيارا مبنيا على ما تراه أنت شخصيا وتعتقده وتتمناه في صفات يجب أن تكون في الإله والنبي والتشريع، رافعا من قلبك كل قداسة ومعتقد ومنطقا رسخته جذورك الدينية. إنك لكي تعرف دينا فاسأل عن إله هذا الدين وبماذا يأمر ولمن. فكل الناس لهم رب عادل حكيم قوي قادر غفور رحيم معهم، ولكن هذا ليس كل شيء. فهل هو محب رحمن رحيم غفار عطوف رؤوف وبالفعل لا بمجرد الكلام والشعارات الرنانة والشعرية، أو قاس شديد العقاب يبطش ويمكر ويهدد ويتوعد؟ وهل هو محب رحمن رحيم مع من يعبدونه فقط، أو مع كل الناس؟
هل يأمر الناس بالمحبة والسلم والتعايش والبناء والتعمير وقبول بعضهم بعضا وعليه حساب من أخطأ منهم، أم جعله أمرهم أن يعذب بعضهم بعضا بأيدي بعض أو بقتال بعضهم بعضا وهدم البيوت وإراقة الدماء والسبي وتدمير الحضارات؟ وما هي أولوياته؟ هل إصلاح المذنب أو الاقتصاص منه؟ فماذا مثلا لو جاءت زانية محصنة معترفة بذنبها تائبة إلى الله، هل يقبل توبتها ويسامحها أو يقبل توبتها مع إقامة الحد عليها والاقتصاص منها وكأنه يقول لها أغفر لك وأنتقم منك، ويطبق العدل قبل الرحمة؟ هل يريد الناس أن يؤمنوا به حبا فيه ويقبلون عليه قناعة أو يجبرهم عليه فأما أنا أو الموت؟ وهل ترك حماية دينه عليه أو جيرها للناس يقتصون له من بعضهم؟ ثم ماذا عن مبلغ هذا الدين؟ بماذا جاء؟ وكيف عاش؟ وكيف تعامل؟ وماذا قال وبماذا أمر؟ وما هي مواقفه؟ وكيف تصرف؟ وما معجزاته؟ وبماذا ميزه الله عن بقية الناس؟ وفكر أيضا في مجتمع ذاك الدين، هل للإنسان حقوق فعلية لا بالكلام دون المعنى، كحرية الفكر والعقيدة والمعتقد والقول والفعل بما لا يضر حرية الآخرين، أو حبسه بين أسوار التحريم فهذا حرام وهذا حلال حتى أصبح في حاجة في كل شيء لفتوى، وهذا ما جعل سوقا للفتاوى ومصدر ربح للمفتين ممن هب ودب؟ هل عساه أعطى المرأة حقها وساوى بينها وبين الرجل، أو جعل لها حق نصف رجل أو ربعه؟ ونقول كرمها، ويقول البعض أنه كرم المرأة بالسماح لزوجها بضربها ويسمونه إعجازا، وتباع وتشترى ويسمونه تكريما وشرفا، وكأن المرأة تحتاج منه إلى التكريم والتشريف فحسب، ورفعها بأن تسجن ولا يسمع صوتها، بل وأنعم عليها بضرر يؤنسون وحدتها. وهل يأمر أن تحب الناس من غير دينك؟ أم محبتك ورحمتك وصداقتك لأبناء دينك فقط دون غيرهم؟ وكيف تكون عبادته وما أعظمها؟ القتل والقتال في سبيله وبالنيابة عنه؟ أو أن أعظم وصاياه أن تحب غيرك؟ وهل لك بعد كل هذه السنين من العبادة ضمان أنك في الجنة؟ أو أنك لا تعلم فقد تكون قد قلت كلمة تهوي بك في النار 70 خريفا؟ وأخيرا، إن دخلت جنته فهل هي جنة روحية مقدسة ترقى فيها النفس والروح، أم جنة جسدية للأكل والشرب والنكاح والأنهار والطبيعة الخلابة ولك فيها ما حرم عنك سلفا؟ وسلام الله الذي يفوق كل عقل يكون معكم ويدوم فيكم إلى الأبد، ولله المجد الدائم. آمين.